يا جماعة، فن ما قبل الأهرامات والعمل الرائع للأيادي المصرية قبل توحيد القطرين على أعلى مستوى. انظروا إلى القارب والطيور الرائعة. بصوا يا جماعة، يعني هذه القطعة، تخيل إن دي قطعة من آلاف السنين. شوف النحت بتاعها واللمعان والنعومة في الأداء، غير طبيعي، مش ممكن. حاجة يد اشتغلت شغل على أعلى مستوى. نرى أمامنا عدد من الملاعق، متخيلين؟ ربما لخلط المساحيق بتاعة التجميل، وديت من عصر ما قبل الأسرات، عصر نقادة التالتة، يعني الأسرة صفر، الأسرة صفر، زيرو دينستي أو زيرو داينستي، يعني بنتكلم في حوالي 3100 إلى 2940 قبل الميلاد من كفر طرخان. هتلاقي شغل من العاج وهتلاقي شغل من العظام. متخيلين الجمال؟ متخيلين الأنشاط؟ دي كانت حضارتنا من أكتر من 5000 سنة. في المتحف المصري بالتحرير السكاكين، كانت السكاكين بتصنع من الزران، الصوان والأوبسيديم، السيك والصخر البلوري والحجر والكوارتز. السكاكين مصنوعة من الزران، تستخدم في أداء أنشطة الحياة اليومية زي قطع اللحوم وكده. سكاكين من حجر الأوبسيديان، اسمه السبج أو السبج بالعربي. هو زجاج بركاني مشكل من الحمم البركانية، وبيجي لمصر من منطقة البحر المتوسط وإثيوبيا في وقت مبكر جدا من تاريخ